أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. خدوج البيع عم بسيوان يقطع مسلسل الكندوش. لا ما حذرت، ما بدي أقلبه، عم بتفرج على فوازير رمضان. إك فوازير. ماشي ماشي. طيب خدوج روحي قومي جيبي لي كاست مي عتشلن. لك ما بكفي تميت ساعة بالمطبخ عم بجلي جاي الأفطار، قوم أنت جيب بردي. كنت بتوقع هالرد الزبالة منك. أنا بفرجيك طبيب عليك. لا مش خدوش بوي خمس دقايق على أذان الفجر. شو؟ قولي أنا لسا ما شربت. بسرعة خدوش، بما أنك قمت قمتي جيبي لي معك كاست مي. قولي دي. آه يا حشرة لسا في ساعتين للسحور. يخرب بيته. شفت اشتوى قومتك؟ ما بتجي غير هيك. طيب بما انك قمت قمتي خدوج والله انت كويسة، ايش هيك بالتيسي؟ جيبي لي كاست مي. وعلى فكرة كل شي بسوابه ها. كتير مهضوم انت على فكرة. انا اذا بدي اجيب لك الله كاست المي ما مش اجي صوابه مشان شي. لا تعرف مشان ايش؟ لانه اللي بشرب كلب بدخل الجنة. طيرت ام الجبهة وانت معلم واحنا منك نتعلم. شو عمي الملحن عم بتلحن لي اياها؟ بعرف انه قصفتها لجبهتي، شايفة انا. كني الظاهر بدك تتركها وما تعمل لها شيء؟ يا حيف عرجولي، يا حيف عرجولي انت رجال انت. ولف تنجي، ولف تنجي يخرب بيتك من حالك، ما صدقت، رأسا بدك تشغلنا على بعض، سكوت يخرب بيتك، عودك، طوب عليك، طوب عليك، ما تخلي واحد مثل هالبغي يلعب فينا، طوب عليك، انا مش بكاس مي، بجيب لك تقلي مي كامل. لا 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 تحس بحالك. انا جاي لعندك اخده وبنفسي كمان. قولي قولي دقيقه حاول يا عباد استكلم. ممتاز عباده ماله هون. امي عباده وينه؟ ما بعرف بس يمكن نزل يبرك تحت مع رفقاته على الاغلب. ليش بدك منه؟ لا لا ما 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 بدي شيء بدك مني. اعطيني مصروفي بدي اروح على مدرسه انا. تعي امسكي مع انه ماني مرتحت لك طايف. لحظة شوي، هاي مو خفافة عبادة عم تلبسيها؟ يخرب بيتك. ولك امي هلا هو ايش راح يعرفه؟ انا هلا بروح على المدرسة وبرجع برجع له اياها الثاني لهون، ولا من شاف ولا من دري. ولك بلا مشاكل، بتعرفي ما بحب حدا يلبس لهم اغراضه. ولك امي هات انت هلا المصاري. هلا هو اذا شافني بالشارع بده يشردحني اياها يعني اكيد. يبقى اذا شافني بقول له برجع لك اياها. هات لك اياهم سلام. روحي روحي يخرب بيتهم من حالهم. لحظة شوي، أنا كنت حاطة الطبخة على النار؟ قولي! تعي تعي ضربي عربي ادخلي. مش هتعرف تاخذ سبندريت بدون ما تقلي. تعي مش هتعرف تاخذ سبندريت بدون ما تقلي. شو بك هون ايش فيكي؟ لك مو هاي السبندريت كانت لبستها خدوج تبعيتك؟ شلحتها اياها بالشارع؟ ايه شفتها ماشية بالشارع مختار فيها قدام رفقاتها. انا مو قلت بيت مرة لحدا ياخد غراضي بدون ما يقلي. رحت شحطلك اياها من شعرها جدا لهون. ليش هتاخدها بدون ما تقلي؟ هي حقيرة. شايفة امي؟ شايفة شو شلحني اياها بنص الشارع؟ دخلوني قدامك مش قدام رفقاتي خلاني اجي حفيانة لهون. شايفة؟ قولك شايفة؟ قولك شايفة يخرب بيتكم من حالكم فضحتونا بالحارة. تم حدا ما صلوا خبر امانة يا جماعة. يخرب بيتك من حالك ريح حشرة. انا قبل ما تنزل قلت لك مو قلتلك لا تلبسيها، ما بحب حدا يلبسته من اغراضه. استلميها بقى. بسيطة يا حشرة روح انت. شو بك امي؟ مديرة حلو بعدين انا ما عندي هيك وحدة ايش اعمل يعني بيت البس بيش اروح انا اروح عفيان يعني. ما بجيك طول بالك. خففته التانية. ايه خدها 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 وروح بسيطة ما تاكل هم. هيا خد خفافتك التانية لا شوف الحامي بالشارع عشان نحن اياها. خدوش قول خدوش تعي لهون. قول خدوش تعي لهون. هالبنت ما بتحرمها رايح اشحط لك اياها من شعرها. قول جرسونا بالحارة جرسونا رح يجدوني. هدول بدهم يجلطوني مثل ما جالوني. ذي بقى ليش تأخر يوم مسلسل باب الحارة؟ خدوش بلا باب بلا حارة بلا زفت. هات الجهاز دوسة كاميرا سكت لك بدي اتفرج على رامز. لا ما بدي اعطيك اياه. ما بدي اعطيك اياه بدي اتفرج على باب الحارة. ابو النار محبوس. هات الجهاز لهون عم بقول لك. يا راسي شايف انه انت ببلش بمشاكل؟ ما لي عطيتك اياه. عم تضربيني يا باطل. ولك اشبكم ولك اشبكم ايش فيه مصرين تشرشحونا اليوم انتم؟ اجت امك خذي بقى هلا عم وشح 3/4 ساعة صباحي تبع كل يوم. انتوا لازم تفرجوا علينا
اذا ما سمعنا بدنا جاري نمشي نحاول. قول لك جبتوا لي ضغط السكر خليتوا لي انفلي اسكت اسكت عمود حتى ترتاحوا. تمام هيك امي حافظانين على الدرس نحن. اه يا بنت حافظانين الدرس مو امي وليك امي عندك يلا في جاي مطبخ بدك تجدي وانت تعال عندي يلا في غرضك جدي يلا من تحت يلا ولك انت جاري ما في غيري يجدي عندي تفاجئ بالحاره خلي غيري يجدي بعدين انا غلط من شوي كنت تحت السعيش ما قلتي لي انت تستقصدي بس وقت ما اقطع ترجع تطبي غراض شو ارجع عنزة مرة تانية عندك مجهودة روحي فقيل خلي جدك الغراض وبدك اياهم لا انت شكل الزوق ما راح ينفع معك قلت لك قوم يعني قوم هلا هذا هو الكلام انا كنت نازلة فورا بس كنت عم بقول اتاكد اذا لازم غير شيء كمان يعني لا تاكليها من مين انا هون عم بجري اذا لازم غير شيء امان برقبتك تغري لي عباده انت شايفه الحشره شو عم بتذكرني شايفتها شايفتها انت هاتك وهم النوب يلا عم جري اخ راسي عباده يلا خلصنا بقي خمس دقايق على الاذان يلا يلا امي هاتك اسمك هاتك اسمك كاس العصير لحظة شوي انا لسه عم شوي نمت انت لسه عدال العصر امي عم تلقيني عدال العصر لك انا مو قلتها حدا يفيقني لك مو قلتها حدا يفيقني لدى المغرب انا سميت فيا بهلوش فجن بحكي مع حالي بحكي مع الحيطان انا مو قلتها حدا يفيقني خلصت الموشح اللي عندك بدك تقوم ولا لا امي ما في حدا بالحمام مو بدي اتفضل شو اصلي العصر لانه عندك ايش عم تعمل انت قولي شو بك عم توضى امبارح عم تفطر افطر يا ريت افطر نعم ايش قلت اخبرني قولي يا ريت نرجع مثل ما حبيت اخرب بيتك من حالك عم بتغني وبرمضان بابا عيفني اتوضى واصلي الا والله هلا بفطر عباده تعال عندي لهون يلا جيت نعم بابا انت مو كنت عم تتوضى ليش ما صليت لا صليت مين قال لك ما صليت يخرب بيتك شو عم تكذب انت حاضر تصلي يا ربي لو مصلي بالجامع ممكن اشرف لي صح انت ليش ما رحت صليت بالجامع كل خطوه انت رايح الجامع عليها حسنات يعني كل ما عم تخطي خطوه انت رايح بطريق الجامع بتاخذ عليها اجر وثواب يعني تعرف قد كنت تميت حسنات كنت تميت حسنات خير الله طيب حضرتك ليش ما توضيت ورحت نزلت على الجامع واخذت من هدول الحسنات عم تقول لي عليهم ما رحت لانه كان في انا كنت بدي اجيب لا تعال انت عم تخجلني يلا شوف تستاهل روح لراس الشارع لعند خالتك في كيس كبير فيه غلط وتجيبه لامك روح جيبه وتعال مشوا على اجريك يلا تعال كيس كبير وبراس الشارع في رمضان ايه برمضان لك يا شعبان يلا بسرعة ماشي خلص حاضر انا جيت مين يلا اوف ابو عبادة انت عن جد بعدت اجيب لك كيس عند اختي ولك روح الله خليه اياك يا رب انا كان بدي اعذبه بس خليه بيستاهل كان عم بموت بدي اشرب مي بق مي عبالة ايوه هذا اللي تم ناقص بس هلا كملت عبالة كان في معي ليلة طبيتها لقيت لي اياها شي اسمعوا لك اخلي من هون اختفي بسرعة بقوم بفطر عليك والله ليش حدا قال لك انا فطور شي؟ نقلع من خلتي نقلع من خلتي لك اذا لقيت اعطيني اياها يا ربي يا يوم جوعان شبك وبدا ليش عم تطلع فيني هيك؟ ريحة الأكل وصلت عندي ما أطيبه قولي هذا صار يشوفني أكل أمي الحقيني أروح لك